أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مراسلون حول العالم. هذا البرنامج الأسبوعي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع شركائنا الدوليين. البداية اليوم من البرتغال. حلم كل شاب أو شاب بعد التخرج من الجامعة هو إيجاد عمل مناسب. هذا الحلم أصبح من أكبر التحديات التي تواجه الآلاف من خريجي الجامعات في البرتغال. في التقرير التالي نتعرف على الشابة أنا مورغادو والشاب إدواردو فرايتاس. كل منهما يبحث يومياً عن عمل، ولكن للأسف دون جدوى حتى اليوم، وربما سيضطران للهجرة من أجل العمل. تقرير من قناة الأمم المتحدة. أتمت أنا مورغادو دراستها في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة نوفا بلشبونة، والمصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم. وكغيرها من خريج الجامعات في البرتغال، فقدت أنا عملها ولم تجد له بديلا، وهكذا تغيرت حياتها. يشتد الامتعاض بين الناس ما يدفعهم إلى ثورة. أتساءل أحياناً ما الذي سيحدث لو ازداد الوضع سوءاً. أشعر بالخوف من اندلاع اضطرابات شعبية لأن العديد هنا غاضبون. وظائف مضمونة في الاقتصادات المتقدمة كما هو الأمر بالنسبة للبرتغال كانت متوفرة في الماضي، لكن منظمة العمل الدولية تؤكد اليوم أن الشباب لم يعد باستطاعته الحصول على وظائف. ولهذا تقول المنظمة إن الشباب بدأ يبحث بشكل متزايد عن فرص العمل في الخارج بعد أن فقدوا الأمل في وطنهم. إنها خسارة للدولة المعنية لأنها تفقد عمالتها المتخصصة، وعادة تكون هذه الفئة في تواصل مستمر وإلا ما وجدت عملا في الخارج. إدواردو فرايتاس واحد منهم، وهو يبحث عن عمل منذ مدة. لقد حصل على شهادة الماستر في اختصاص الهندسة الطبية البيولوجية، والآن يفكر في مغادرة البلاد. في البرتغال ساد الاعتقاد إلى اليوم بأن التعليم العالي يضمن مستقبلاً ومدرجاً وظيفياً مميزاً، وأعتقد أن الأمر اختلف تماماً اليوم بعد أن بات على حامل الشهادات العليا الهجرة. يرى إدواردو وأنا نفس المصير أمامهما، فالشركات الكبرى لم تعد تبحث عن المتخرجين من الجامعات مثلهم، وأعرب الاثنان عن استعدادهما لتلقي دورات تأهيلية أو القبول بوظيفة دون مستوى مؤهلاتهم. لا أعرف إذا ما كانت مؤهلاتي الآن فوق المستوى المطلوب أم أن علي القيام بدورات تأهيلية. لا أعرف ما إذا سأجد مكانا مناسبا لي أم لا، أم أن ذلك سيتحول إلى وهم فقط. حاليا تحصل أنا على مساعدة الدولة، وعندما تنتهي المدة المخصصة لذلك ستلجأ إلى والديها. إدواردو انتقل سلفا للعيش مع أبويه ويفكر في طبيعة الخطوة القادمة. أريد البقاء في البرتغال والبحث هنا عن فرصة عمل، لكني إذا فشلت في ذلك فسأقوم بما قام به آلاف قبلي، وهو السفر إلى الخارج. وحسب منظمة العمل الدولية يجب على أصحاب القرار التفكير في نتائج البطالة طويلة المدى، سواء على الأفراد أو المجتمعات. فالبطالة المستمرة وعدم تحفيز قدرات العمال لا تقلل من قدرات الشخص الإدراكية فحسب، وإنما تقلل أيضا من فرص الحصول على عمل والعيش الكريم لسنوات. ومن بين آلاف البرتغاليين الحاصلين على الشهادات العليا ممن توقفت مسيرتهم العملية بسبب الأزمة المالية العالمية، توصل الكثير إلى حقيقة أن أحسن فرصة للحصول على عمل هو الهجرة إلى الخارج. أتمنى لأنا وإدواردو حظاً موفقاً، لأنني أعرف هذا الشعور من تجربة شخصية. أما الآن ننتقل إلى البرازيل، نتعرف على مطعم يتم تحضير كل الوجبات فيه من مواد عضوية خالصة، إذ أن المحافظة على البيئة هو المبدأ الأساسي لصاحب المطعم وكل العاملين فيه. يتم تحضير الوجبات مثلاً في الفرن الذي يعمل بالخشب، أما بقايا الطعام فتستغل سماداً للأرض.
يا ترى هل الطعام العضوي أيضا لذيذ؟ الجواب مع سيمون بيو من قناة ريدي ميناس. مطعم ببرنامج جديد تماما، كل ما يتم تحضيره تم الحصول عليه بطريقة عادلة وهو طبيعي. المحافظة على البيئة هو المبدأ الأساسي لصاحب المطعم. أنا أنحدر من عائلة مزارعين ارتكبوا أخطاء عديدة كتقطيع الأشجار، ليس بهدف استخراج الفحم وإنما لزراعة أشياء أخرى عوضاً عنها. استخدمنا العديد من المبيدات ورمينا نفايات البلاستيك في النهر، شاركت أنا أيضاً في ذلك، واليوم نقوم بأشياء أفضل بكثير حتى نمحو بعض خطايا الماضي. احتفظ بالعديد من الأشياء من حياة المزارعين، لكن نمط تفكيره تحول إلى نمط تفكير رجل أعمال تعلم كيف يعمل على الحفاظ على البيئة. فتح مطعماً يبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة ميناس جيريس، ووفق القوانين الجارية كان عليه الحصول على 25% من مجموع أراضيه ضمن الأراضي المحمية، لكنه حصل على 70% كاملة، وهكذا تحول إلى قبلة محببة من طرف الزوار. ماذا ينمو هنا؟ يطلق على المكان اسم ماتا أتلانتيكا. ننظم جولات بالسيارات الصغيرة المخصصة للأطفال مع عائلاتهم التي تزور المطعم، أو في إطار رحلات تنظمها المدارس. عائلة إدفالدو استعانت بالعديد من التقاليد السائدة في حياة المزارعين في الإدارة اليومية للمطعم. بقايا الطعام تستغل سماداً للأرض التي تزرع فيها الخضروات المقدمة في المطعم، والمأكولات هي عبارة عن وصفات إقليمية يتم تحضيرها في الفرن الذي يعمل بالخشب خصيصاً لهذا الغرض. في قسم من أراضينا نزرع أشجار الكينة التي نستغل جزءاً من خشبها في الطبخ والباقي نبيعه. وفي المطبخ أيضاً يتم إعادة استغلال بعض المواد كالصابون الذي يصنع من بقايا زيوت الطعام. كم يستغرق صناعة الزيت؟ 15 يوماً تقريباً. مصطلحات كبيولوجي ومستدام لم يتعرف عليها إدفالدو إلا بعد أن بدأ هو الآخر في العمل على الحفاظ على البيئة والامتناع عن إفساد المواد الغذائية والطاقة. من الضروري تشجيع صغار المزارعين وخاصة في الدول الفقيرة، ويقدر عدد المزارع الصغيرة حول العالم بحوالي 525 مليون مزرعة، ودعمها من شأنه أن يؤدي بشكل أكثر فعالية إلى مد الفقراء بمزيد من المواد الغذائية والأسواق بالمنتوجات الخضراء. لارسيو أحد موردي مطعم إدفالدو. جيرالدو مزارع آخر بالمنطقة وهو أيضا يورد المطعم بمنتوجاته. ماذا جلبت اليوم؟ الكسافة والبامية وأحيانا الجزر إذا كان متوفرا، والباقي أبيعه في منطقة لافيتا، لكن أتوجه إلى هنا أولا. جل المواد يحصل عليها المطعم؟ بالضبط. زبون جيد؟ نعم. يساعدك كثيرا؟ نعم. كل هذا له نتائج طيبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. عندما نشتري من جيراننا المزارعين فإننا نضمن لهم حياة كريمة ولعائلتهم، ونستغني عن رحلات التوريد الطويلة، ما يعني أننا نحافظ على البيئة.
من البرازيل إلى تونس، حيث نزور المدينة السياحية هرجلة التي تقع جنوب العاصمة. مشاهدينا، إذا زرتم تونس من قبل ربما شاهدتم في الأسواق المحلية الكم الهائل من السلال ومظلات الشمس المصنوعة من الحلفاء المحلي، وهي نبتة خضراء وصلبة. تتميز اليد العاملة النسائية في هذه المدينة بصناعة المنتوجات المختلفة من هذه الألياف النباتية. السؤال، كيف تتم هذه الصناعة؟ وكيف يؤثر تراث المنطقة على ذلك؟ التقرير التالي لماهر جويدان من قناة TNN. مدينة هرجلة، الواقعة جنوب العاصمة تونس، مدينة ساحلية ضاربة في عمق التاريخ، يرتزق أهلها من الصيد البحري وركوب الأمواج، وتكتسب نساؤها من صناعة الحلفاء. في كل باحة تنتشر الحلفاء هنا، وهي نبتة طبيعية خضراء قصيرة وصلبة تغطي مرتفعات الوسط الغربي التونسي، ومنه تجلب إلى هذه الديار لتفتلها أنامل النساء في هرجلة، فتصنع منها سلالا وشوام ومظلات شمسية وقطعا فنية مختلفة. نحن في هرجل عندنا كان صنعتنا هذه الحلفة، ومتواصلة ديما نشاميوها النساء متاع هرجل وكل شيء، وكل من التقليدات متاعنا متاع جدودنا متاع كل معناتها الكلنا، وهذا كهو ولا عن دون الصنعة ذي ما عندناش دون الحلفة نخدموها كهو. تستجلب الحلفاء من محافظات قفصة والقصرين والقيروان، ويتم حصادها عادة في فصل الخريف. توزع الشاحنات على الأهالي حزما كبيرة من الحلفة، خبر ثمنها الذي لا يتجاوز دولارا واحدا للحزمة، ويشترونها بعد معاينة جودتها. تنشر الحلفاء على الأسطح حتى تجف ويذهب عنها ندى الأرض. أول ما يجينا الكاميونات يجيبون الحلفة من كل بلاد يجيبونا، نطلعنا تعجبنا الحلفة ناخذوها نشريوها، ننشروها على السطوح، ننشروها تشيح تجيب خضرة. تخرج النساء في الصباح الباكر نحو الشواطئ أو الميناء، فيغطسن الحلفاء في مياه البحر، ثم يثقنها بالحجارة يومين أو يزيد حتى يزول منها اليبس وما يعلق بالشعفار من سمو، فتصبح بفعل الملوحة رطبة لينة سهلة الظفر. صباح كالعادة نقوم نهبط شوية حلفة مسطحة، نهزها ونجي لهنا للبحر نثقلها بالحجر، ونهز حلفتي الأخرى نروح بها، وكل يوم هك. هنا يمتزج التراث بالحداثة في فن الضفيرة. تطوع الحلفاء لتأخذ أشكالا فنية مختلفة تنبع من إحاءة الفكرة ودقة الإنجاز وحاجيات المستهلك، محافظة على الميزة النباتية الطبيعية لونا ورائحة. يعني الحمد لله توقت رواج كبير الحلفة، إن هي قاعدة كل مرة تتطور في حاجات معينة، وإن هي كله هو من توبيو يعني كلية طبيعية، وهذا هو اللي زاد العباد الحمد لله اللي رجعت ان هي ولات تحب الحاجات الطبيعيه، ما عادش كل الحاجات اللي كيما نقولوا نحن المستورده من برا، ولا كل الحاجات المسبوغه ماهيش ناتوريل، حتى كي نجي نسبقوها مثلا بالحاجات الناتوريل كي الحنة كي السواك. جيل جديد من الشابات في مدينه هرجلة احترفنا هذه المهنه، وبحثنا عن الابداع في صنعه الاجداد. ورشة بذاتها توفر منتوجات متنوعه ذات مواصفات بيولوجيه، خاصة باستعمال الخيشة وهي قماش يحك بألياف الحلفة. من الحلفة نخدموا ديساك كروازي كيما هكاكا، نستعملوها مثلا للقراية للبلاج للبحر، مثلا زاد عملنا من سيكان الاخرين، زاد عملنا كيما نقولوا للسواري، عملنا سيكان زاد، وعملنا برشا حاجات، ومنها زاد كيما نقولوا منتوجات الخيشة. الخيشة هي من منتوجات الحلفة، عملنا منها مديريدو ديكوسا، حاجات مزيانين دي اكسسوار، فهمت؟ وتوبيو. في مدينة هرجلة تمتزج العمارة العربية الإسلامية بإبداعات المرأة الحرفية التي طوعت الحلفة اليابسة وتمسكت بهذه الصناعة التقليدية التي كادت تندثر لولا الصبر وإرادة الحياة. بساطة الحياة والهدوء في هرجلة ميزتان فريدتان زادتا في ترسيخ مثل هذه الحرفة التي تصنف اليوم ضمن الفنون الجميلة. والآن سنتوجه إلى الولايات الأمريكية المتحدة.
بسبب زيادة عدد سكان الأرض يشكل تأمين الغذاء الكافي للجميع تحدياً أكبر وأكبر. بالإضافة إلى ذلك تعرضت بعض المناطق الزراعية إلى تغيرات مناخية جلبت معها المزيد من الفيضانات وأيضاً موجات من الجفاف. في التقرير التالي نتعرف على مجموعة من العلماء هدف هذه المجموعة البحث عن بديل للقمح من أجل إنتاج هذه المادة الغذائية الرئيسية للمليارات من البشر. أنيا كوخ تعرفنا على بديل القمح هذا. يعمل العلماء في حقل اختبار في كانزاس على أمل إحداث ثورة في عالم الزراعة. يريد الباحثون هنا قلب عقارب الساعة وإنتاج محاصيل جديدة. هدفهم هو استبدال القمح بحشيش القمح وإنتاج مادة الغذاء الرئيسية لمليارات من البشر. هذا النوع من حشيش القمح لا يموت أبداً بعكس القمح الذي يجب زراعته من جديد في كل موسم. العلماء على قناعة أنه يمكن استعمال هذا النوع من القمح. النباتات ذات نظام الجذور الدائمة تعيش طول العام رغم أنها تتأثر بتمزق أوراقها بسبب الرياح أو الأمطار وتتآكل. ولحل المشكلة هناك طريقتان، الأولى تدجين النباتات البرية والثانية هي خلط هذه النباتات بالحبوب المزروعة. حشيش القمح لها جذور أقوى في التربة مقارنة بالقمح التقليدي، تمكنه من إيجاد الماء في أعماق التربة. خلطه مع القمح التقليدي يجعل من الأخير خصبا أكثر ويزيد من كميته. قبل 10,000 عام بدأ البشر في زراعة المحاصيل لأنهم أرادوا تغيير النظام البيئي لزراعة المحصول الملائم من خلال ترويض النباتات، أي أنهم أرادوا كبح جماح الطبيعة لصالحهم. هناك مشاكل عدة يجب التغلب عليها قبل الوصول إلى نتائج مقبولة. ترتفع نباتات حشيش القمح أعلى مما هو الحال مع القمح التقليدي لتتمكن من حمل الحبوب، وهي تحتوي على كمية أقل من الجلوتين الموجود في القمح التقليدي، وهي مادة مهمة لمنح العجين المرونة. يحذو العلماء الأمل أن يتمكن المزارعون من زراعة حشيش القمح في كل مكان لا في حقل الاختبار هذا فقط. القدرة موجودة وممكنة. لو زرعنا هذا النوع من القمح المعمر سنتجنب الحرث، ويبدو أنه يسيطر على نموه ويكافح الحشائش الضارة بنفسه. وإذا تمكننا من الحفاظ على حقلنا وعدم استعمال مواد كيميائية فإن النتائج ستكون عظيمة جدا. ويعتقد كثير من الخبراء أن أساليب الزراعة بحاجة لتغيير جذري، فهم يريدون رؤية محاصيل تتحمل ظروفا جوية متغيرة وصعبة. فمزارع الذرة في وسط الغرب الأمريكي يعلمون جيدا كيف تكون الطبيعة متقلبة. فقد أسفرت الفيضانات عام 2013 عن خسائر كبيرة، وقبلها بعام تسبب الجفاف في خسائر محاصيل يقدر ثمنها $20 مليار. والآن إلى بنغلاديش. إذا شاهدتم أفلام بوليوود غالباً ما ترون أن النساء ترتدين فيها الشاري. في التقرير التالي نتعرف على الجمداني، وهو نوع خاص وتقليدي من الشاري. كان يعتبر الجمداني سابقاً رمزاً للأغنياء في بنغلاديش والهند، أما الآن فمعظم النساء ترتديه، وأصبح الشاري يستورد أيضاً إلى أمريكا وأوروبا. قصة الجمداني من قناة إي تي في. الشاري هو رداء تقليدي يلبس في بنغلاديش، وفي الهند يطلق عليه الساري، ويرتدى ليزيد الملابس رونقاً أكثر. الجمداني هو نوع تقليدي من الشاري ورمز للأرستقراطية في المجتمع، وعليه إقبال كبير أكثر من ذي قبل، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية. الشار الجمداني هو ردائي المفضل. أريد اليوم شراء واحد كهدية لحفل زفاف، ويمكننا ارتداؤه في كل احتفال أو مناسبة، لكنه ثمين جدا كهدية زفاف. هذا النوع من الملابس يرتدى اليوم في كل أنحاء العالم.
أحب الجمداني جدا، إنه ردائي المفضل، إنه تقليدي. هناك طلب كبير في بنغلاديش على جمداني، لا يوجد شاري مثل جمداني. سعر الجمداني يعتمد على النوعية والتصميم. هناك طلب عليه من الخارج، من لندن وأمريكا وماليزيا. الجمداني هو تشكيلة من القماش القطني من مصانع مقاطعات البنغال الحدودية بين بنغلاديش والهند. اسم جمداني جاء من الفارسية، ويعتقد أنه صنع أول مرة في عهد الأسر المغولية، حيث انتشرت في وقتها مصانع النسيج وانتقلت للمناطق الأخرى. إنها مهنة عائلية قديمة جدا، والحمد لله نحن نكسب منها مالا وفيرا. على حد علمي جاء الجمداني من منطقة مرشدابات في الهند عن طريق منطقة راج شاهي في بنغلاديش، وعندما بحث النساجون عن مناخ أفضل لعملهم قطنوا راج شاهي. بعضهم انتقل إلى بابنا، وبعضهم حاول العمل والعيش في منطقة باجاتي بور في كيشوريجاني. بعد سيطرة بريطانيا على البنغال عام 1765، ضرب الغزل الأوروبي الرخيص الصناعة هنا، وضعف إنتاج جمداني. يوضع نسيج القطن في صناديق مربعة، لا توجد عندنا هذه التقنية لغزل النسيج. نسجو الجمداني بحاجة إلى معرفة وصبر كبيرين. النوعية تعتمد على الفطنة والعمل الجاد. الخطوة الأولى في صناعة الخيط من الشرنقة بتقنية خاصة، ثم تصبغ بعد وضعها في ماكينة النسج، ويعتمد في النهاية على خبرة وذوق النساج. في البداية نصنع الجزء الداخلي من الشعر ويكون بسيط التصميم، ثم نصنع الجزء الأوسط منه ويكون سميكا. نركز دائما على كل جزء صغير من الشعر، نصنعه قطعة قطعة. نخيط الجمداني من أقمشة مختلفة اعتمادا على طلب وذوق نساء بلدنا. اليوم نصنع تصميما مركبا أيضا. يحتاج النساج من أسبوعين إلى 3 أشهر للانتهاء من صناعته. يعطينا المهجنز التصميم، ونحن نقوم بالخياطة يدويا وبمساعدة الماكينة. كان هناك طراز واحد، اليوم هناك أنواع عدة. بنغلاديش مشهورة بصناعة الجمداني. يتركز الإنتاج في منطقتي نارايانغونج وميربور في العاصمة داكا، ويعتمد السوق على الطلب في السوق العالمية، لكن المستقبل يبدو جيدا للجمداني. الجمداني تجارة رابحة في البلد، وصناعة النسيج عندنا تعتمد عليه. اللون والتصميم غير متشابه، وهذا يجعل منه مرغوبا به جدا. نحصل على التصميم أحيانا من الإنترنت أو التلفزيون. يباع الجمداني البنغالي في كل أنحاء العالم، وإذا تحسنت نوعية الإنتاج فسيؤثر ذلك على حجم التصدير إيجابيا. إذا ساعدتنا الحكومة يمكننا دعم الإنتاج، ويمكن عندها أن تتحسن حياة العاملين في الصناعة، ويمكن عندها أيضا زيادة العملة الصعبة الداخلة للبلد. الزمن الذي كان فيه الجمداني حكرا على النخبة الأرستقراطية فقط قد ولى ومضى. كان ذلك في عهد الاستعمار. اليوم تواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة من المنافسين، لكن أصحاب الحرفة المحليين سيصرون على إبقاء الأفضلية للجمداني من بنغلاديش. تعجبني في الجمداني هذه الألوان الحيوية.
كانت هذه آخر محطة في رحلة اليوم. انتظرونا الأسبوع المقبل مع مواضيع متنوعة في مراسلون حول العالم. أما الآن أترككم مع هذه الصور. إلى اللقاء.